هتطبق بي سي ال عند اي واحده فيهم. هتطبق بي سي ال عند ايه؟ اي واحده فيهم. الأوبجكت أورينتد ببساطة إن هي بتتعامل مع أي حاجة على إنها كلاس. يعني إيه كلاس؟ كلاس ببساطة كده، اعتبر كده إن أنت في شركة تصنيع عربيات. فشركة تصنيع العربيات ده بتعمل لك إيه؟ بتعمل لك قالب أساسي، بتعمل لك قالب أساسي كده للعربية، وبعد كده القالب ده بتاخد منه نسخ، بتاخد منه نسخ ليه؟ بحيث ان العربيات كلها تكون نفس الشكل بالظبط، تاخد نفس الشكل بالظبط. او مثلا لو انت حبيت ان انت تعمل مثلا تورتايه مثلا على شكل معين، فلما انت محتاج كل يعني مثلا عندك كذا تورتايه، فمحتاجهم كلهم يكونوا بنفس الشكل بالظبط. فبتعمل ايه؟ بتجيب قالب معين كده، القالب المعين ده بتعمل ايه؟ بتاخد منه نسخ او بتملاه، تمام، بحيث ان كلهم يكونوا نفس الشكل. هي دي فكره الاوبجكت اورينتد عامه. يبقى الاوبجكت اورينتد عامه عباره عن ايه؟ ان انت بيكون عندك قالب اساسي كده، القالب الاساسي ده انت عملته خلاص عندك، فبتبدا ان انت تاخد بعد كده منه نسخ، تملاها، تستخدمها، تعمل فيها اي حاجه، بس انت عندك قالب اساسي ايه ماشي بيه، تمام. طب ايه هو القالب الاساسي اللي ده؟ القالب الاساسي ده بيبقى اسمه عندنا حاجه اسمها كلاس، بيبقى اسمه حاجه اسمها ايه؟ كلاس. طب ازاي بعرف كلاس عندي؟ ان انا بكتب كلمة كلاس، تمام، وبكتب اسم الكلاس اللي انا عايز اعمله. نفترض مثلا ان هو عايز تعمل كلاس اسمه كار، تمام. بعد كده بتعمل ايه؟ بتفتح الاتنين براكت دول، تمام، نفس فكرة الاستراكشر اللي احنا شرحناها. كنت بتكتب كده الاستراكت، اسم الاستراكت، هنا عشان تعمل كلاس بتكتب كلاس اسم الكلاس، وتفتح الاتنين براكت دول وتقفلهم بايه؟ بسيمي كولون. طيب الكلاس بيتكون من ايه؟ قال لك الكلاس بيتكون من جزئين اساسيين، جزء برايفت وجزء بابليك. يبقى الكلاس بيتكون من ايه؟ الكلاس ببساطة بيتكون من جزئين، جزء برايفت وجزء بابليك. طيب ايه اللي بيتكتب في البرايفت؟ اللي بيتكتب في البرايفت الاتريبيوت كلها بتاعة الكلاس. ايه هي الاتريبيوت بتاعة الكلاس؟ اللي هي الصفات او كل متغيرات، اي متغير انت محتاج تعرفه جوه الكلاس بتعرفه جوه البرايفت. طيب ايه هي الاتريبيوت اللي موجوده للكار؟ هتقول لي الصفات بتاعت الاتريبيوت بتاعت الكار مثلا، ان لسه قايلينها من شويه مثلا، اللي هو عباره عن ايه؟ ان الكار ليها اي دي مثلا، فبتقول انت اي دي، تمام. الكار ليها مين؟ الكار ليها مثلا نيم، فتقول له مثلا ايه؟ سترينج نيم. طيب هتقول له ان الكار ليها ايه تاني؟ اللي هتقول لي ان الكار مثلا ليها سبيد، سرعة. طب السبيد دي نوعها ايه مثلا؟ هقول له فلوت. طيب ممكن ليها ايه تاني؟ ممكن مثلا ليها برايس، سعر، فلوت برضو. فكل الاتريبيوت عامه بقى، كل اتريبيوت او كل متغيرات انت محتاج تديها، او كل الصفات اللي بتاعت الكلاس ده انت بتحطه فين؟ بتحطه هنا جوه مين؟ جوه البرايفت، تمام. طيب بالنسبه للبابليك بقى، البابليك ده انا بعمله ليه؟ قال لك ببساطه لان انت اي حاجه في البرايفت ما بتبقاش متشاف، اي حاجه في البرايفت ما بتبقاش متشافه. يعني ايه؟ لما جينا شرحنا الاستراكشر كنا دلوقتي بنعرف ازاي دلوقتي حاجه من نوع استراكشر. كنا بنقول مثلا ان انت عندك حاجه اسمها سي واحد مثلا، ده اسم ايه؟ كنا بنقول على متغير، تمام. فبتقول سي واحد، تمام، كنت بتقول ان هو من نوع مثلا ايه؟ الاستراكت اللي اسمه كار. فهنا برضو عشان تعرف برضو تاخد نسخه من الكار ده، معنى كلمه ان انت تاخد نسخه من الكلاس ده اسمه اوبجكت بقى. يبقى السي واحد ده بقى اسمه ايه؟ ما بنسموهوش بقى دلوقتي متغير، بقينا بنسميه اوبجكت. ايه معنى كلمه اوبجكت؟ اوبجكت معناها نسخه من الكلاس. اوبجكت معناها ايه؟ نسخه من الكلاس. يعني نسخه من الكلاس يعني النسخه دي
فيها كل المميزات او بتحتمل على كل الصفات اللي موجوده جوه الكلاس اللي اسمه كار. طب سي واحد ده عشان اعرفه من نوع كلاس بعمله ازاي؟ بكتب قبله اسم الكلاس اللي هو مين؟ اللي اسمه كار. تمام. طب لما انا كنت بعرف استراكت، كنت كل عشان اوصل مثلا لاي حاجه جواه، اي متغير جواه، فكنت بكتب ايه؟ سي واحد دوت، وكان المفروض بيظهر لي بقى الحاجات، كان بيظهر لي مثلا اي دي، النيم، اللي سبيد، برايس. لما انا دلوقتي قلت له سي واحد دوت ما ظهرليش حاجه، مع ان كنت اعرف له فوق اي دي والنيم والسبيد والبرايس. قال لك ليه ما ظهرليش حاجه؟ قال لك لان دول برايفت، ما ينفعش يتشافوا في اي مكان، دول خاصين بالكلاس بس. طب انا عايز اوصل لهم، بوصل لهم ازاي؟ قال لك بتوصل لهم عن طريق البابليك بقى، عشان كده احنا عاملين جزء البابليك ده. طب اوصل لهم ازاي؟ قال لك عن طريق مثلا فانكشن، ان هي تدي لك، تسمح لك ان هي تدي قيم لمثلا الحاجات دي، الاتريبيوت دي، وفانكشن تانية اللي هي ترجع لك الحاجات او القيم اللي موجودة فين في الاتريبيوت دي. الفانكشن دي عامة بتبقى مشهورة باسم فانكشن الست والجيت. فانكشن الست دي بتعمل ايه؟ فانكشن الست دي بتدي لك قيم للاتريبيوت بتاعتك البرايفت، وفانكشن الجيت بتعمل ايه؟ بترجع لك او بتريتيرن القيم بتاعت مين؟ الاتريبيوت اللي هي البرايفت دي. طيب بنعمل ازاي؟ يبقى البابليك ده فيه كل الفانكشن اللي انا محتاجها. طيب ايه في اول فانكشن انا محتاجها؟ انا محتاج فانكشن اللي هي تعمل لك ست لقيمه الاي دي. طيب فانكشن ست قيمه الاي دي فبعرفه اللي هو دلوقتي مثلا اللي هي نوعها ايه؟ اللي هو مثلا نوعه هتقول void، لان انا مش محتاج ان هي ترجع لي حاجه، ده هي تعمل لك ست بس. هقول له void مثلا، اقول لك اسمها ست اي دي. تمام. طب السيت اي دي المفروض هتعمل ايه؟ المفروض هتستقبل منك اتريبيوت هنا اللي هو بتاع ايه؟ اللي هو بتاع الاي دي، اللي هو اليوزر هيدخل لك اي دي. طب يبقى هتستقبل اتريبيوت من نوع ايه؟ هتقول له دلوقتي نفس النوع اللي هنا، هتبقى اقول له مثلا انت اي، فهي هتستقبل حاجه نوعها اي، او نوعها قصدي معلش اللي هو نوعها انت. تمام. طيب فانكشن الست اي دي دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي هتحط لك الاي مكان الاي دي، هتحط لك الاي اللي هتاخده من اليوزر من هنا هتحطه لك في الاي دي اللي هو هنا بس، مش اكتر. تمام. طيب محتاجين فانكشن كمان اللي انا هسميها دلوقتي void، اللي هو set لمين؟ هعمل فانكشن set للنيم. تمام. هستقبل منه قيمه ايه جوه؟ هتستقبل منه قيمة string، قيمة string مثلا، فأقول له string n. تمام. طيب ينفع دلوقتي دي المفروض بتعمل ايه؟ المفروض هتبصيلك قيمة ال n لقيمة مين؟ النيم. فينفع مثلا اقول له كده يبقى النيم بتساوي ال n كده. تمام. طيب بعد كده المفروض هقول له void set لمين؟ set للسبيد. طيب السبيد هيستقبل منك قيمة من نوعها ايه؟ هتقول لي float، هقول له float مثلا s. كل وظيفته اللي هو عبارة عن ايه؟ ان هو هيحط لك، هيبصي لك قيمة الاس اللي هياخدها من اليوزر، هيوديه لك لفين؟ للسبيد. هقول له كده سبيد بتساوي اس. طيب محتاجين برضو فانكشن اللي هي void اللي هو set لمين؟ set للبرايس. طيب البرايس ده هتاخد متغير من نوع ايه؟ هتقول لي float برضو، هيبقى float مثلا بي. وظيفتها ان هي تعمل ايه؟ تبصيلك قيمة البي للبرايس، فبقول له البرايس هتساوي البي اللي انت تاخدها من اليوزر. فانا كده عملت ايه؟ فانكشن للست بتعمل لك اللي هو بتدي لك قيمة للاي دي، فعملت فانكشن للست اللي هي بتعمل لك قيمة للنيم، عملت فانكشن للست بتعمل لك، بتبصيلك قيمة للسبيد، عملت فانكشن للبرايس بتبصيلك قيمة لمين؟ للبرايس. تمام.
المفروض دلوقتي بقى بعمل ايه؟ فانكشن جيت لكل قيمه لوحدها، بحيث لو انا حبيت اجيب قيمه واحده بس منهم كلهم، فبعمل ايه؟ بجيب فانكشن اللي هو الجيت. طب فانكشن الجيت دي المفروض بتعمل لك ريتيرن، صح؟ فيبقى الداتا تايب بتاعها عباره عن ايه؟ على حسب دلوقتي الاي دي هيكون نوعها انت، اي انت، تمام؟ النوع الريتيرن ده تايب انت، فهسميها مثلا جيت الاي دي، تمام؟ دي مش هتاخد بارامتر، دي كل وظيفتها اللي هتعمل لك ريتيرن لمين؟ ريتيرن للاي دي بس. طيب هتعمل اعرف فانكشن كمان اللي هي مثلا انت جيت النيم، دي مش هتاخد بارامتر، مش محتاجة تاخد بارامتر، دي وظيفتها انها تعمل لك ايه؟ ريتيرن للنيم. احنا هنا المفروض الريتيرن ده طيب بايه؟ سترينج. تمام، اللي هو النيم. طيب ومحتاج اللي هو تعمل ريتيرن جيت لمين؟ جيت للنسبيت، فهتقول له دلوقتي اللي هو فلوت، هترجع لك قيمة فلوت اللي هي جيت سبيد. دي المفروض ان هي بتعمل لك ايه؟ هتعمل لك ريتيرن للسبيد. طيب وبرضه هتقول له فلوت اللي هو جيت برايس. دي هتعمل لك ريتيرن للبرايس، تمام؟ فانا كده عملت ايه؟ فانكشن جيت للاي دي هتعمل لك ريتيرن اي دي، فانكشن جيت للنيم هترجع لك النيم، فانكشن جيت للسبيد هترجع لك السبيد بس، فانكشن جيت للفلو للبرايس هترجع لك الايه؟ هترجع لك البرايس بس، تمام؟ طيب محتاج ايه تاني؟ مثلا ممكن تعمل فانكشن بقى اسمها برنت، اللي هو لو انت حبيت ترجعهم كلهم مره واحده، يعني دي كده الجيت بتجيب لك واحده بس فيهم، الست دي بتصيلك لواحده بس فيهم، ممكن تعمل فانكشن اللي هو مثلا قال لك فويد اللي هو برنت، دي بتعمل ايه؟ دي بتطبع لك، هتقول له مثلا سي اوت قيمه الاي دي بكام، ويطبع لك قيمة الاي دي. تمام، والمفروض ان احنا دلوقتي هنعملها لايه؟ ليه برضو؟ احنا معرفينه ايه؟ اي دي. تمام، هنا هنقول له ايه؟ لا هنقول له مثلا اللي هو الجيت اي دي، هنعمل له اللي هو يعني ايه، يطبع قيمة الفانكشن بتاعت الجيت اي دي. جيت اي دي دي هترجع لك قيمة مين؟ هترجع لك قيمة الاي دي، هقول له جيت اي دي، تمام؟ طيب هقول له برضو سي اوت يطبع لي قيمة اللي هو النيم، ويقوم مناديل على مين؟ فانكشن الجيت نيم، جيت نيم. طيب وهقول له سي اوت برضو اللي هو عندك السبيد ايكوال
اللي هو get speed، function get speed. end line، وهيقول له سي اوت اللي هو البرايس، السعر اللي عندك بيساوي، وجيت البرايس بس. فدي كده ايه، ونعمل له مثلا هنا برضو اند لاين. فدلوقتي دي كده الفانكشن بتاع مين؟ البرنت. يبقى انا دلوقتي البابليك بقى فيه ايه؟ البابليك بقى فيه فانكشن بتعمل لك، بتبصيلك قيمه للاي دي، فانكشن بتبصيلك قيمه للنيم، فانكشن بتبصيلك قيمه للسبيد، فانكشن بتبصيلك قيمه للبرايس، فانكشن بتجيب لك قيمه الاي دي بس، فانكشن بتجيب لك قيمه النيم بس، فانكشن بتجيب لك قيمه السبيد بس، فانكشن بتجيب لك قيمه البرايس بس، فانكشن بتجيب لك قيم كلهم مره واحده. تمام. فلو جيت قلت لك بقى هنا من شويه عشان بقى اعرف فاريبل اللي هو اوبجكت جديد، فقلت له سي واحد، ده كده انا عبرت ايه، خدت عملت ده كده اسمه اوبجكت. الاوبجكت عباره عن ايه؟ نسخه من الكلاس اللي اسمه كار. تمام. فبعد كده لما كنت قلت لك سي واحد بقى دوت، هيقول لك دلوقتي بقى كل الحاجات دي موجوده، ظهرت لي دلوقتي لما قلت له سي واحد دوت، كل الحاجات دي بقت موجوده. ايه الحاجات دي؟ قال لك كل الحاجات دي اللي موجوده في البابليك. تمام. انا من شويه ما كنتش عارف افصل الاي دي ان انا ادي له قيمه، دلوقتي بقيت ممكن عن طريق اللي هو الفانكشن اللي هي اسمها سيت اي دي. تمام. دلوقتي اقدر ان انا ادي للاي دي قيمه. تمام. الاي دي مني منتظر جوه هنا قيمه ايه، قلت له ان الاي دي فوق هنا، الاي دي منتظر مني قيمه انتجر، فهبصيله هنا قيمه انتجر اللي هو مثلا 1990، او مثلا هقول له 1 2 3 4. تمام. هقول له سي 1 دوت السيت نيم، خلي لي النيم بايه، خلي لي النيم ببي ام دبليو. طيب هقول له سي 1 دوت مثلا اللي هو السيت برايس، السيت برايس دلوقتي اللي هو مثلا هدي له كام، قلنا في قيمة فلوت مثلا اللي هو 1000 مثلا و50. طيب هقول له سي 1 دوت، هقول له سيت السبيد، فهدي قيمة للسبيد مثلا ب100 دلوقتي. فكده انا عملت ايه؟ عملت سيت لكل قيمة فين، لكل قيمة فين في الاوبجكت بتاعي اللي هو السبيد والبرايس والنيم والاي دي. طيب لو انا دلوقتي قلت له محتاج مثلا اللي هو قيمة منهم بس، قلت له مثلا ايه، محتاج النيم، محتاج النيم بس، فبقول له ايه عشان اطبع له، فبقول له دلوقتي ينفع اقول له كده اللي هو فانكشن جيت النيم على طول. ينفع اقول له فانكشن جيت النيم اللي هي دي، فانكشن جيت النيم على طول؟ قال لك لا ما ينفعش. ليه؟ طب ما انا كنت في الفانكشن كنت بعمل ايه؟ لو انا معرف فانكشن كنت بعمل ايه عشان اخليها تيجي في النيم او استدعي اعمل لها كول؟ كنت بكتب اسمها بس، بكتب اسمها بس. هنا لما جيت عملتها قال لي ايرور. ليه ايرور؟ لان هي مش متشافه. ليه مش متشافه؟ لان هي تبع سكوب الكلاس بس، يبقى هي مستخدمه تبع الكلاس بس. طب عشان اوصل لها بقى، قال لك دي كده عباره عن اسمها ممبر فانكشن. ممبر فانكشن معناها ايه؟ ان هي تابعه للكلاس. طالما تابعه للكلاس ما ينفعش اناديها كده على طول، لازم اناديها عن طريق اوبجكت. يبقى الاوبجكت اللي هو مين؟ الاوبجكت اللي هو سي 1، فبقول له سي 1 دوت جيت النيم. تمام. طيب الجيت النيم دي اكتب قبلها سي اوت ولا ما اكتبش قبلها سي اوت؟ قال لك لا، لو هي نوعها void، لو هي نوعها جيت النيم مثلا دلوقتي اللي هي الريتيرن دي. تمام. انا دلوقتي كده قلت له سي اوت مثلا الجيت النيم، تعال نشوف كده هيطبع النيم ولا لا. ما طبعليش حاجة،
ليه ما طبعليش حاجه هنا؟ مع انه قلت له جيت النيم، رجع لي النيم. قال لك ببساطه لان الفانكشن دي ليها ريتيرن داتا تايب، ليها ريتيرن داتا تايب. طالما ليها ريتيرن داتا تايب لازم تكتب قبلها جمله طباعه عشان تظهر لك، لازم تكتب قبلها جمله طباعه عشان تظهر لك. فدلوقتي كده نعمل تاني. او ظهرت لك اللي هو ايه بي ام دبليو دلوقتي ظهرت لك. طيب ايه الفرق بين دي وبين دي؟ اللي هو مثلا اقول له البرنت دي برضو ممبر فانكشن صح، بس الممبر فانكشن اللي هي البرنت دي بتعمل لك ايه؟ بتجيب لك بقى كله على بعض، بس نوع الريتيرن داتا بتاعها ايه؟ فويد. فبكتب كده سي واحد دوت اللي هو البرنت. هل اكتب قبلها كلمه سي اوت؟ قال لك لا، ما تكتبش قبلها جملة طباعة. ليه جملة ما تكتبش قبلها جملة طباعة؟ ايه الفرق بين دي ودي؟ قال لك لو هي فانكشن بتعمل ريتيرن او ليها ريتيرن ده تايب لازم تكتب قبلها جملة طباعة عشان تظهر لك الناتج. طيب لو هي فانكشن نوع الريتيرن ده تايب بتاعها فويد ما تكتبش قبلها سي اوت. لو انا جيت كتبت كده سي اوت قبلها هيعمل لي ايرور. بص ايرور على السي اوت ما ينفعش. ليه؟ لان دي نوعها فويد، فالفويد ما بيجيش قبلها جملة طباعة. فبعمل كده اهو. إيه ناخد بس كده ايه نجيب دي الأول. اهو طبع لك ايه؟ طبع لك دلوقتي. انت دلوقتي بصيت قيمه للاي دي، وبصيت قيمه للنيم، وبصيت قيمه للبرايس، وبصيت قيمه للسبيد، تمام. فقلت له سي واحد دوت برنت، فطبع لك البرنت عباره عن ايه؟ ان هي هتطبع لك قيمه الاي دي والنيم والسبيد والبرايس وهكذا. بعد كده قلت له جيت النيم بس لوحده، فجاب لك النيم بس لوحده، تمام. دي فكره الايه؟ دي كده فكره الايه؟ الكلاس وازاي تعمل كلاس. طيب الحاجه اللي برضو اللي عايزين نقولها ان احنا دلوقتي، انت دلوقتي معرف هنا الاتريبيوت مثلا اللي هو سترينج، النيم ده نوعه سترينج. طب لو انا كنت معرف النيم ده نوعه اري اوف كاركتر شار كده، ايه اللي هيتغير؟ قال لك الاري اوف كاركتر اللي هو النيم لازم تديله الايه؟ السايز بتاعك. نفترض اللي هو كام؟ نفترض اللي هو 10، تمام. ايه اللي هيتغير عندك هنا في الكود؟ اللي هيتغير في الكود عندك ان هو مثلا في فانكشن، هتيجي عند فانكشن السيت بتاعت النيم، فانكشن السيت بتاعت النيم قال لك في ايرور دلوقتي على النيم. ليه؟ اول حاجه كده انت المفروض هنا محتاج تستقبل ايه؟ ده اري اوف كاركتر، فانت محتاج هنا تستقبل برضو اري اوف كاركتر. فتقول له هنا تشار ان، تمام، وتسيب له القوسين دول فاضيين كده، تمام. طيب قال لك ده كده بقى ايرور. ايه؟ لا ايرور. ليه ايرور؟ لان دلوقتي ده اري، ده كده array of character، ده array وده برضو array. هل ينفع تحط array جوه array؟ قال لك لا ما ينفعش. يعني دلوقتي انت كده وتقول له حط لي الاراي ده في الاراي ده، ينفع؟ قال لك لا ما ينفعش. يعني لما كنا من شويه، لما كنا قبل كده بنقول مثلا هنا معرفين array اللي هو مثلا int x والساس بتاعه 5، تمام، واراي تاني اللي هو y والساس بتاعه 5 برضه. ونفترض ان انا كنت مدي قيم مثلا يعني مثلا قلت كده تعال هنا، ده كده ده لوحده وده لوحده، تمام، وكنت مدي قيم مثلا 1 2 3 4 5، وكنت مدي قيم للاري ده اللي هو ايه؟ الاكس، تمام. طيب لو انا كنت عايز انقل كل اللي في الاكس موجود في الواي، هل كنت اقول له كده؟ يعني كنت اقول له مثلا خلي لي اللي موجود في الاكس حطه لي في الواي؟ قال لك ده غلط. ليه؟ ما ينفعش تحط اري كامل في اري كامل. كنت بتعمل ايه؟ كنت بتروح تعمل فور لوب عشان يحط لك الاري ده في الاري ده وهكذا، تمام. نفس الفكره هنا، بس هنا مش هنعمل فور لوب بقى. ليه؟ هنا دلوقتي انت محتاج النيم ده، النيم دلوقتي انت معرفه فوق
معرفه فوق ايه؟ اري اوف كاركتر. فانت دلوقتي محتاج تبصي اري اوف كاركتر لاري اوف كاركتر. قال لك بتعمل ايه؟ قال لك في فانكشن، قال لك ما ينفعش بقى الحته بتاعت ال ان حطها لي في النيم على طول دي. فنعمل ايه؟ قال لك في فانكشن جاهزه تبع الاري اوف كاركتر، بتحط لك اري اوف كاركتر تنسخه لك في اري اوف كاركتر تاني اسمها ايه؟ اسمها اس تي ار سي بي واي اندر سكور اس، تمام؟ وتفتح القوسين دول كده. دي وظيفتها ايه؟ الاس تي ار سي بي واي دي عباره عن اسمها اختصار لحاجه اسمها سترنج كوبي. يعني ايه سترنج كوبي؟ بتنسخ لك سترنج جوه سترنج تاني، او بتنسخ لك اري اوف كاركتر في اري اوف كاركتر تاني. طيب مين اللي هنا بعد كده بتاخد اتنين اتريبيوت، مين اللي على الشمال ومين اللي على اليمين؟ نفس الفكره برضه، لما كنت بتقول هنا ان حط لي الان، حط لي الان في النيم، يبقى مين اللي على الشمال هنا هتحط لي هنا النيم، ومين اللي على اليمين هنا هتحط لي الان. بس تمام. طيب بس هنا عشان الكومبايلر دلوقتي، لو انت بتستخدم كومبايلر مثلا قبل 2019 الجزء ده مش هيعترض عليه، بس انا هنا عشان بستخدم اللي هو الفيجوال ستوديو من اول 2019 هيعترض على الجملة دي، فبحط قبلها كلمة كونست بس عشان ما يعترضش عليه، عشان ما يعترضش على الكلمة اللي انا كاتبها له دي، ان انا احط له ايه؟ array of character في array of character تاني. تمام. طيب ايه اللي هيتغير تاني؟ هنيجي دلوقتي عند فانكشن دلوقتي فانكشن السيت بتاعت النيم، هي اتغيرت. فانكشن الجيت بتاعت النيم، فانكشن جيت النيم، تمام. انا دلوقتي بقول له بقى ايه؟ الريتيرن داتا تايب هتكون من نوع، انا دلوقتي معرف النيم ده اري اوف كاركتر، فهيبقى نوعه اتشار. يبقى نوعه ايه؟ اتشار، اللي هو يبقى هرجع من نوع كاركتر. بس انا عباره عن ايه؟ الكاركتر ده دلوقتي هيكون يعني هيرجع لي حرف واحد، انا محتاجه ان هو يرجع لي الاري اوف كاركتر كله، فبكتب له فبعمل له علامه الستار كده. معنى علامه الستار معناها رجع لي الاري الاري اوف كاركتر اللي هو النيم ده، يعمله لي ريتيرن للاري كله، تمام؟ وتشتغل شغلك عادي بقى. بس تعمل له مثلا كده ران دلوقتي، اهو البرنامج اشتغل معاك مفيش اي مشكلة. فدي الطريقة، لو انت عايز تستخدم فوق سترينج استخدم سترينج براحتك، عايز تستخدم اري اوف كاركتر، لو استخدمت اري اوف كاركتر تبقى تاخد بالك من الكلام اللي احنا قلناه ده من شوية، ان انت دلوقتي ما ينفعش تباصي اري اوف كاركتر لاري اوف كاركتر تاني، لازم تستخدم الفانكشن اسمها اس ار سي واي اندرسكور اس. في بعض الكومبايلات بتشتغل عادي اللي هو اس تي ار سي بي واي على طول، في كومبايلات اللي هي الاحدث شويه الاس تي ار سي بي واي دي ما بتبقاش اشتغلت، فلازم تحط لها اندرسكور اس، تمام؟